امبارح وانت بتتفرج على الفاينل بتاع افريقيا، المباراه كانت صعبه عليك؟ اه جدا صعب عليك. بس انا توقعتها والله، وقلت الكلام ده في الاعلام، ان المباراه مش هتبقى سهله، وان النادي الاهلي ممكن ربنا يكرمنا نسجل بدري، بس ما نتراجعش، اتمنى ما نتراجعوش. طبعا انا بتكلم يعني ايه امنيات، او يعني طبعا يعني حاجه اللي هو انا هقدر اتكلم بسهوله خبراتي يعني انا بقى يعني ايه قاري المشهد شويه، فقلت الاهلي ما يتراجعش، التراجع مش هيبقى في مصلحتنا. وحصل الشوط الثاني تراجع فتره، خلت فريق الترجي بيدور على كره ثابته، بيدور على كره طوليه، عملت قلق لجماهير الاهلي وللفريق، وكنا متوترين جدا من ايه رايك في مارسيل كولر بشكل عام؟ لا الراجل نجح ما شاء الله، ما اقدرش اقول غير الراجل يعني حلو. انا احب دايما انه الناجح نقول عليه ناجح عشان ارقامه ناجحه جدا. فنيا بقى ما ينفعش يا كريم نتكلم في حاجات فنيه، وراجل واخد بطوله افريقيا وواخد بطولات، حتى لو عنده مشاكل او عنده حاجات، واكيد عنده حاجات ديفوات، بس الراجل حقق المطلوب يعني. ما تقدرش تقول ان هو مش مدرب متميز، او هو المطلوب منه بيحققه. انا مش بطلب منك حاجات سلبيه، بالعكس انا بطلب منك حاجات ايجابيه. يعني انت شايف ايه المميز في مارسيل كولر فنيا؟ والله هو راجل شخصيته هاديه، الشخصيه عنده هي اميز حاجه يعني، بصراحه شايف ان هو ما عندوش مشاكل مع اللعيبه، هادي يعني متوازن، عنده توازن يعني، ما تقدرش تقول سوبر ولا تقدر تقول انه عنده مشاكل كبيره، لكن متوازن، بعقلاني، بيأدي المباريات بشكل كويس، بيعرف يختار اللعيبه بتاعته، بيعرف يغير. احيانا في بعض الماتشات بيحصل في حاجات صغيره مثلا، في بس وارد يعني، وارد ان انت تبقى ليك وجهه نظر في اختيار لعيبه او في تغييرات، وما تكونش يعني ده وقتها، لكن في الاخر لما بتكسب خلاص انت عملت الصح، اختياراتك طلعت صح. ايام جوزيه كان ساعات بيعمل حاجات الناس تقول ده الراجل ده يعني مش عاقل يعني، والفريق يكسب يقول لك ده عبقري، ده عبقري، خلاص الفريق كسب. فهمنا؟ فاهمك فاهم. ولو خسر هيتقال، ولو خسر هيقول لك ده ايه اللي عمله ده. صحيح. فمع احيانا اللعيبه بتترجم شغل المدرب، حتى لو المدرب اخطا في حاجات، لو اللعيبه كواليتي كويس وخبرات لعيبه وامكانيات لعيبه، بتترجم الـ يعني بتكسب او تعرف تتعامل مع المباراه، ممكن تخلي المدرب كويس. مين اللعيبه امبارح عجبك قوي؟ امبارح اللي عجبني لعيبه اكتر من لاعب، محمد عبد المنعم كان كويس، هو رامي الاثنين كانوا كويسين، شوبير كان كويس جدا، مروان عطيه كان كويس جدا، واستغربت من تغييره. افضل ناس في الملعب يعني، انت دول اللي كانوا الاميز في النادي الاهلي يعني، نص الملعب مروان، وزي ما قلت لك كده يعني، دول اللي كانوا ممكن. مروان، عايز اسالك سؤال حلو، عشان كان مروان معايا امبارح على التليفون وسالته له. يعني مروان لو تفتكر الشوط الاول امبارح عمل مجهود بدني مش طبيعي، كان بيجري كميه جري مش طبيعي. احيانا احنا كمشاهدين نقول ايه، هو ليه خرج مروان؟ انا زيك كده امبارح اتفاجئت، انت ليه خرجت مروان عطيه؟ ما كانش في حسابات اي حد. بس اديت تفسير انه ما هو وارد يكون جاب اخره يعني بدنيا، المدرب. لا طبعا المدرب، انا اقصد ان المدرب احيانا بيطلع لعيب الجمهور شايفه كويس قوي، بس بيبقى عارف انه ده خلاص اخره. دي حقيقه، انا معاك يعني، ودي حصلت كتير معايا، في لعيب انا ببقى شايفه لو كمل شويه هيتعور. بالظبط كده، بعرفه من جريته، من وشه، ان ده جاب اخره، او مش هيديك الادوار اللي انت عايزها بقى خلاص، ان هو بدنيا يعني. انا مره غيرت لعيبه قبل كده، حصلت معايا اتنين لعيبه كبار يعني، لعبوا كتير، فغيرتهم في وقت لما غيرتهم كان احيانا بتتكلم مع الجهاز اللي معاك، فالجهاز ممكن يقول لك لا ده كويس ومش كويس. قلت له لو ما غيرتوش دلوقتي، انا بقول لهم لو ما غيرتوش دلوقتي هيتعور. انا شايف فعلا، وانا بخرج اللعيبه الاتنين جم قالوا لي قسما بالله كان دقيقه كمان وهيحصل لنا مزق. في لعيب خبرات بقى المدرب، تعرف اللعيب اللي قدامك جاب اخره ولا لا، تقدر تغيره. انت اللي بقود السفينه. وانا قاعد بتفرج عليك اقول لك انت ازاي غيرت ده يا كابتن احمد، بس انت بتبقى شايف اللي في ده. اللعيب خرج قال لي لو انت كنت سبتني كمان كنت هتعور. وطبعا في لعيب بيبقى عايز يخرج من الملعب، ما فيش لعيب عايز يخرج. لا لا، بس فتخيل لعيب يجي يقول لك قال لي انت غيرتني في الوقت المناسب. لحقتني. لان
يعني دي حاجه كل المدربين ما شاء الله كلهم يعني معظمهم الناس اللي في الدوري الممتاز عندهم خبرات. يعني انا بعرف اللعيب بتاعي من جريته من وشه من يعني اعرف اللعيب ده قادر يكمل ولا مش قادر، هيتعور ولا لا. عايز اسالك على خبرات ملعب يعني. اه طبعا. عايز اسالك على بيرسي تاو، رايك ايه في مباراه امبارح ومبارياته الاخيره مع النادي الاهلي؟ لا بيرسي في الفتره الاخيره ما كانش في الفورم قوي. يعني حتى انا قبل المباراه كنت بتكلم في قناه النادي الاهلي يعني، فبقول اتمنى ان بيرسي تاو يبقى في حالته، هيفرق معانا كتير. يعني انا قبليه عارف ان والناس كلها عارفه ان هو ما كانش في الحاله الفنيه بتاعته بقاله كام مباراه. ده زعل؟ لا يزعل من ايه؟ ما انا هقول لك يا كريم، يزعل من ايه؟ ده بيلعب في النادي الاهلي، مع احترامي لاي لاعب بيلعب في فيديوهات في فيديوهات اتنشرت بعد المباراه، بيرسي تاو نازل يعني بالكاميرا بموبايل، بيرسي تاو خارج متضايق وبيخبط وبيرزق. شفتها؟ شفتها. ليه يزعل بيرسي تاو؟ لا بص، ما انت ما تعرفش، ممكن ما يبقاش زعله تغيير، ولا ممكن يكون في اللاعب جواه بيبقى عايز يكمل المباراه حلو وحش، مش عايز يخرج. صح. كل اللعيبه واللاعب لما بيخرج بيحترم مدربه وبيحترم القرار، لكن احيانا اللاعب لما يبقى وحش ويتغير وهو وحش وتغيره يبقى خارج عايز يطلع لنفسه مبرر ان هو اتغير ليه، ودي مشكله. دي نقطة اللاعب حلو. بيكابر. دي نقطه حلوه. اللاعب بيكابر. بيبقى سيء وتغيره، فهو خارج عارف انه شكله وحش، فهو مش عايز شكله يبقى وحش، يبقى المدرب غلطان. انا كنت جايب ازاي تغيرني. يعني دي حصلت قبل كده، غيرت لعيبه واسوأ ناس في الملعب وهم خارجين حسيت ان هم وشهم يعني متغير. فيعني تاني يوم في محاضرتي معاهم، يعني انا ما بحبش الكلام ده، يعني قرصت جامد عليهم يعني، قلت لهم دي اخر مره ان الاقي واحد، مش معنى ان انت سيء هتخرج تبين للناس ان عايز تعمل نفسك مبرر. انت ما تتكلمش، مش قرارك. تخرج تسلم على الناس زمايلك وتخرج بكل هدوء، ده يعني حاجات كده. ففي لعيبه بتبقى ثقافات لعيبه، لكن المدرب يغيره في اي وقت. هو ما احنا قلنا مروان كان كويس، ومصر كلها كانت بتقول مروان كويس، والراجل غيره. صح. ونجح. وخرج بالمباراه. خلاص قرار المدرب هو اللي لازم يمشي ويبقى هو صح. مروان لما كان معايا التليفون بيقول لي لا انا حسيت بشويه اجهاد طبعا عشان الماتش صعب جدا، بس كنت اقدر اكمل عادي يعني. بس بس قرار المدرب اهو يعني ببساطه، مش بتاعه اللاعب، بتاعه يعني المدرب. هو عايز يكمل حتى لو بنص، بس هكمل. بص يا كريم، واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش بقى، اللي قاعد في بيته واللي قاعد على القهوه واللي مش عارف ايه، ناس قاعده بتتفرج على المباراه فقط لا غير. صح. لكن المدرب معاه اللاعب في التمرين وشايف حاله اللاعب وعارف امكانياته وعارف ممكن يكون بيشتكي من ايه، ومش مش معلن. يعني ممكن لعيب يبقى عنده شد خفيف مثلا في الضمه، عنده مشكله في عضله معينه، فانت بتيجي تلعبه بتقول لا انا لاعبه للزمن ده عشان ما يتصابش مني. الناس ما تعرفش الكلام ده، ممكن يكون في حاجات كواليس في الملعب يعرفها المدرب. اكتر واحد ادرى واكتر واحد كان يتمنى امبارح انه يفوز هو المدرب بطبيعه الحال، فبالتالي ده قراره. وفي نفس الوقت انا كنت اتمنى ان ديانج ينزل، وفعلا يعني نزل وكان شكله كويس، والاهلي كسب، ودي اهم حاجه يعني. يعني مبروك ومليون. صح. مبروك للنادي. صح. الاهلي.